بيكم مرة ثانية، رجعنا عشان نكمل كلامنا مع كابتن فتحي نصير عن ما فين الأهم والأبرز على الأقل الفترة الحالية، منتخبنا ولقائه غدا إن شاء الله مع الكاميرون والنادي الأهلي ولقائه يوم السبت الجاي إن شاء الله. وبيتهيألي برضو محتاجين نقف شوية قدام اللقاء الأول للنادي الأهلي، أول جولة من جولاته وأول لقاء ليه في النسخة دي من كأس العالم للأندية، وبيلاعب فريق قد يكون ما هوش الفريق الأشهر في بلده ولكنه على الاقل فريق بيتسم بطبيعه اللعب اللي بتلعب في المنطقه دي من العالم. كره طبعًا. قدم سريعه ومهاراته اقرب ما يمكن للعب الحواري بتاع زمان. يعني المكسيك برضو فرقه من الفرق الكبيره ومن الدول الكبيره في كره القدم، يعني اسم ما نقدرش نقول عليها انها فرقه قليله، لكن الظروف زي كنا بنتكلم قبل كده، يعني حسه موسيماني دي صعبه جدا، صعبه لفرقه، وبعدين ضربه مش وقتها يعني، بس ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى هو يعني بتتخطط ازاي وبتتعامل ازاي. دي هتدي دوافع اكتر وهتطلع الطاقه المكنونه عند اللعيبه. في اللاعب بيبقى عنده لياقه بدنيه ولياقه ذهنيه ولياقه خططيه، كل الحاجات دي موجوده، بس بيبقى عنده ولياقته بيكملها وكل الكلام ده، عنده الروح القتاليه وكل الكلام ده، في عنده جواه بقى طاقه مخنونه دي ما بتطلعش وما بتتفجرش بره الا لما يحصل الصعاب اللي زي دي، زي موضوع بتاع موسيماني دي. موسيماني دي هتبقى تشوك يعني، صعبه للفرقه وكده، لكن هو مش هيقدر ينزل الملعب ومش هيقدر يقود الفرقه طبعا، لكن يمكن مثلا وهو في الغرفه في العزل بتاعه هيحطه لوحده، يقدر بالتليفون بسكاب ممكن يكلم الفرقه، ممكن يكلم سامي مصمم موجود معاه، يقدر يشرح لهم، يقدر يعني يقدروا انهم الوضع ده مش يفرق كتير، لكن هيدي دوافع اكتر للعيبه وخصوصا اللعيبه اللي هم صغيرين. بس اصحاب الخبره ممكن يتفاعلوا اكتر مع خبر مفاجئ من النوع ده، لكن اللعيبه الصغيره اللي لسه بتقول يا هادي واللي هي اوريدي قد تكون مخضوضه الى حد ما، اكيد اكيد يعني اول ظهور ليها في كاس العالم للانديه يعني مش يعني ما لعبش دوري عام مصري، ما تخوفناش بقى اكتر من كده. لا لا انا يعني بقول ما لعبش دوري عام مصري، يلاقي نفسه في كاس العالم للانديه، يلاقي نفسه بيلعب بس دي فرصه عظيمه يعني، بعض الفرص لا تأتي مرتين. لا لا صح يعني صح بجد طبعا. دي فرصة عظيمة لازم يستغلوها. دي بتبقى يعني يقول لك مكتوباله يعني مكتوباله انه هيلاقي نفسه بيلعب في كاس عالم بيمثل النادي الاهلي، بيمثل مصر، بيمثل افريقيا، هو النادي الاهلي ده مش بيمثل هل اللي حاصل الظروف العكسية اللي حصلت معانا دي حاصل زيها لفرق منافسه برضه هتشارك في النسخه دي من ولا احنا منفردين ولا احنا بس مخصوص لنا في المشاركه بتاعتنا؟ لا هو المكسيك عنده ست لعيبه، الفريق المونتري ده هيجي له يوم الخميس اخر النهار، لان عندهم ماتشات بره، يعني اللعيبه دي اللي هي بتلعب مع منتخباتها هيرجعوا تاني للنادي بتاعهم، زي علي معلول رجع لنا، احنا رجعنا وديانج رجع، هم لسه فرقهم لسه ما ترجعش، بيلعبوا الاربع، عقبال ما يجي لهم بقى هيجي لهم بس السبت، هيبقى الجمعه بس ويلعب السبت، ففرق التوقيت ان هو في 8 ساعات من هنا وهنا، كل الحاجات دي قد مش هقول انها تبقى زينا يعني، بالنسبه لنا احنا هتؤثر على شكل ادائهم، يعني الفرقتين قريبين من بعض في الحته دي، لكن احنا هنبقى متميزين اكتر بجمهورنا. جمهور النادي الاهلي في الامارات ما شاء الله يعني اكنه بيلعب في استاد القاهره، فدي برضو من ضمن الحاجات اللي هي هتكون قويه وهتكون دافع لنا. وبعدين احنا بقى ان شاء الله ربنا يسهل بكره لمنتخب مصر هيدي دوافع اكتر للنادي الاهلي اللي هيلعب السبت، وان شاء الله الحد يكون نهائي كاس افريقيا يكون برضو طيب منتخب مصر موجود فيه، فدي حاجه حتى يعني الله. الدوافع كلها هتكون متخلطه مع بعض، لكن لاول مره في تاريخ كره القدم المصريه والعالميه تتعمل بطولتين يشرف عليهم نفس الجهه اللي هو الاتحاد الدولي، صحيح انه يشرف على الفيفا، بيشرف على كاس العالم، وبعدين